أكدت السيدة سارة بوحجية رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت أن إطلاق الجواز السياحي يأتي كدعوة للسياح لزيارة المنامة واستكشاف عراقة تاريخها وكنوزها الحضارية. وأضافت بوحجي أن إطلاق الجواز السياحي يأتي ضمن الاحتفالات باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024. طبعا مثل ما عودناكم في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نهتم جدا بإطلاق وتنظيم مختلف الفعاليات ومختلف المبادرات، ونحب أن دائما تكون مبادراتنا متميزة ومتنوعة على مدار السنة. طبعا هاي المرة بتكون مرة مختلفة بالنسبة لنا، تزامنا مع احتفالنا بالمنامة عاصمة للسياحة الخليجية واختيارنا طبعا لسنة 2024، وطبعا عندنا احتفالاتنا بالعيد الأضحى المبارك يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. فتم إطلاق الجواز السياحي. الجواز السياحي هو مبادرة طبعا قمنا فيها أن نزور المعالم السياحية والثقافية في المنامة، طبعا تقريبا أكثر من 16 موقع، وكل موقع نزوره طبعا في الجواز بينحط عليه طابع يبين أن احنا زرنا المكان، وبعدين كل سايح أو كل مواطن بيدخل في سحب وبيكون يعني بيحصل على جوائز طبعا يمتد لمدة 5 شهور اللي هو تقريبا لنهاية السنة. وهاي الشيء بيكون يعني أول شيء نحن طبعا بيستكشفون معنا المواقع التراثية والمواقع السياحية في مدينة المنامة.